إلى الخارج ما يعادل بالعملة الصعبة 15,000 دينار جزائري لكل سنة مدنية. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد مبلغ المنحة السياحية من مسؤولية البنك الجزائر وبتشاور مع السلطات المعنية. بالفعل يعتبر حالياً مستوى هذه المنحة غير كافي لتلبية احتياجات المسافر إلى الخارج، مما يتطلب دراسة إمكانيات إعادة النظر في هذا المستوى. ولهذا تجري حالياً دراسة هذا الملف على مستوى البنك الجزائر مع مراعاة التوازنات المالية للدولة.